بتذكر مرة كنت قاعدة بالبيت وقاعدة عم صلي وغمضة عيني هيك وفرجاني رؤية عندي كتير أمل إنه مش بس البابا، ناس كتير تعرف اللي نحن عرفناه. قديش بحس حالي هيك عندي تعب، عندي ألم من جوا بقلبي لأي شخص يفارق حياته وما يكون اتعرف بالمسيح. سمعت صوته كأني مثل ما عم بسمع صوتك باللي أنا عايز أعطيكي إعلان بخص أمك. بروح بالصلاة وأنا بسأل يا رب شو هو الإعلان اللي رح تعطيني إياه بالنسبة لأمي. ما بسمع شيء أبدا. فجأة رحت بغيبوبة فقال لي اطلعي على شمالك. أعطاها ضمان بشكل مش طبيعي لما خبرها عن عائلتها اللي هي كانت فكرة أنه خلص راحوا. قال لها أنتي ما عندك سكري، وخبرتها بكل بساطة أنه المسيح بيحبك، بده إياكي، مات كرمالك. أنا ساكن ببلاد الهجرة وقلبي في بلادي أنا، ولولا حبي ليسوع ما سبتك يا ديارنا.